رحمن يا رحمن ساعدني. السلام عليكم يا أخي يا أختي، أتماشى إلى البغداد، ولا تنسى احملوا الرباط، إذا كنتم أمة محمد أجيبوا سلام بالنشاط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المحترمون، سيارة الرئيس الجلسة وسيارة القسم اللغة العربية، الحكام والعارل والعارفين، وسيارة الأساتذة وأستاذات، وجميع الأصحاب الأحباء. أيها الأحبة في الله، أولاً هيا بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا جميع نعمه ومنانه علينا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. وثانياً نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، أقدم أمامكم خطبة قصيرة تحت الموضوع أهمية الصوم وأثاره في تربية النفس. كل هذا ليس إلا لأمر أساتذتنا المحبوبين، عسى الله أن يوفق ما سأقول. آمين يا رب العالمين. يا أحبة في الله، إن الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، حكمه واجب. الصوم والإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطر على وجه المخصوص مع النية، وكما قال الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أيها الأصدقاء الكرام، للصوم آثار عظيمة للإنسان، فهو يعلم الصبر وتحمل المشقة، كما أنه يدرب على احتمال الشدائد والمكاره، ويعلم على قوة الإرادة، كما أن الصوم يؤدي في صحة الجسم والعقل. فقد ورد في الحديث الشريف، الصوم فصحوا. أيها الأحبة في الله، إذا وجدتم خطأ في كلامي كل ذلك مني، وإذا وجدتم ثوابا فمن الله. وأخيرا هيا بنا نختم هذا الكلام بالدعاء، اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. يا رب العالمين، هدانا الله وإياكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.